تعالوا بقى كده نبدا ان احنا نشتغل في الديزاين بتاعنا عن طريق ان انا هعمل هنا الفيو جروب فيو جروبس بتاعتي او ان احنا نبدا نشتغل على الفيو جروب اللي عندي اللي هو اللاي اوت. فتلاقي هنا الديفينيشن بتاع الفيو جروب بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفيو جروب هو سبيشال فيو بيكون جواه فيوز ثانيه اللي احنا بنسميهم تشيلدرن. طيب هو ليه قال على الفيو جروب ان هو عباره عن سبيشال فيو؟ الفيو جروب اصلا عايز اقول لك الحاجه اللي احنا بنكون بنكتبها في الاكس ام ال هي بيكون ليها اصلا جافا كلاس. فالفيو جروب نفسه هو كلاس اسمه فيو جروب. فليه بيقول على الفيو جروب ان هو سبيشال فيو؟ لان الفيو جروب ككلاس هو بيكستند بيورث من كلاس تاني اسمه فيو. فعشان كده هو الفيو جروب بتاعي هو عباره عن فيو ولكن ليه خصائص معينه. ده كده عشان بس تكونوا فاهمين الديفينيشن بتاع الفيو جروب. وطبعا بقى هنتعامل مع الفيوز مع بعض دلوقتي. فممكن بقى كده كل الناس عندها تبداوا كده تفتحوا عندكم اندرويد استوديو. طيب فزي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى ان انا اشتغل عندي في اندرويد استوديو هنا فيرجن 4.1.2. لو انت عندك حاجه اجدد مفيش مشكله، يعني عندك حاجه اقدم برضه مفيش مشكله. فهنعمل مشروع جديد كده ليكن هنا ادي هنا كرييت نيو بروجكت، وبعد كده هبدا اختار هنا عندي امتي اكتيفيتي بحيث بس ان انا اكون بعمل مشروع بقى كده جديد والاكتيفيتي بتاعته هي فاضيه عشان بس يجهز لي الجافا كلاس ويجهز لي كمان الاكس ام ال فايل اللي هكون شغال عليه. احنا حاليا النهارده في ليكتشر 10 فسمي دي ليكتشر 10 عادي يعني. وبعد كده اعمل عندك هنا المينيمم اس دي كي عادي 4.4 كيت كات واللانجوج بتاعتي جافا، وتعمل كليك هنا عندك على فينش. طيب ده كده عندي الديزاين بتاعي اهو، وده كده هو الابلكيشن. ازاي افتح كده الملف اللي هو الخاص بالاكس ام ال فايل او الاكس ام ال فايل بتاعي اللي هو بكتب جواه الديزاين مكانه فين؟ اوكي احمد اتفضل. هدوس على اب. اوكي. ريس. تمام. لاي اوت. جميل. هو ده اكتيفيتي بالظبط، وهنا اكتيفيتي من ايه؟ دوت اكس ام ال. وطبعا زي ما احنا كنا شفنا المره اللي فاتت ان انا بعلم هنا عندي على سبلت من ناحيه ان اكون شايف الكود وفي نفس الوقت شايف الديزاين اللي انا بكتبه عنه. طيب اول حاجه كده مطلوبه منكم ان احنا دلوقتي هنكون بقى بنعمل الديزاين بتاعنا من الاول. فاللي عاوزه منك انك تبدا تمسح من اول التاج اللي مكتوب فيها تكست فيو لحد سطر 16 من 9 ل 16. ممكن كده الناس كلها تعمل ديليت للجزء ده. طيب بعد ما جيت انا عملت هنا ديليت عندي، فهتلاقي بقى كده ايه ان احنا تعالوا نبص مع بعض سطر سطر على الحاجات اللي هي الموجوده عندي دي. اول سطر هنا بيقول لك اللي هو هنا بيقول لك اكس ام ال فيرجن 1.0، هو بس هنا 1.0 يعني. هنا بس بيعرف الفيرجن بتاع الاكس ام ال اللي احنا هنكون شغالين عليه، اللي هو مثلا ده اللي احنا بنسيبها زي ما هي. فاوريدي السطر الاولاني ده بنسيبه زي ما هو مش بنعدل فيه حاجه يعني. وبعد كده انا عندك انكودنج اليو تي اف 8، ده بس عشان انت بتكتب كده ايه كلام معين مثلا فيقدر ان هو يترجمه ويفهم ايه الكلام المكتوب. فده كده هو الانكودنج بتاعه. طيب تاني حاجه هتلاقي هنا اول سطر عندنا ان هو هنا فاتح تاج، والتاج ده مكتوب فيه هنا اندرويد اكس دوت كونسترينت لاي اوت دوت ويدجت دوت كونسترينت لاي اوت. فزي ما اتفقنا مع بعض الكونسترينت لاي اوت انا لسه هتعامل معاها قدام، فانا مش محتاج عندي مين الكونسترينت لاي اوت. فهنيجي كده ان انا هكون بقى بعمل كده ديليت. خليكم بس معايا الاول كويس جدا في الحته دي وبعد كده خليكم تعملوه. هبدا اعمل ديليت هنا من حرف الاي لحد حرف التي. طيب خلي بالك ان هو هنا باي ديفولت فيه هنا ايه سطر، يعني هو عامل سطرين هنا، فممكن لو دوست انتر بس بحيث ان انا ما يبقاش عندي غير ده في السطر الواحد يعني. فلو مجرد ما اعمل ديليت بقى للكونسترينت لي اوت زي ما انتم شايفين هنا هو فتح التاج اهو وقفل التاج ايه بالقفله الطويله في الاخر خالص، عشان دي الشقه بتاعتي اللي ما بينها في المكان ده هبدا اكتب ايه كل الفيوز بتاعتي اللي انا عاوز اكون بعملها عندي جوه التطبيق بتاعي.
يبقى انا مجرد ما هعمل هنا ديليت بقى الكونسترينت لي اوت. بص كده حاجه جميله جدا، اول ما عملت ديليت للكونسترينت لي اوت على طول اندرويد ستوديو مسح لي برده مين كونسترينت لي اوت اللي كانت موجوده هنا، عشان بيسهل عليك وانت بتكتب الكود بتاعك. فممكن بقى كده الناس عندها تبدا تعلم من اول حرف الاي، طبعا التاج بنسيبه زي ما هو، تعلم من اول حرف الاي لحد حرف التي وتعمل لها ديليت. فاحنا لا المره دي احنا هنكون بنستخدم اللينير لاي اوت. فاللينير لاي اوت بتاعنا او كل الفيوز وفيو جروبس هي عباره عن كلاسز، وزي ما اتفقنا ان اول حرف في الكلاس بيبدا بحرف ايه. فادي هنا لو كتبت كابيتال ال هتلاقي على طول بدا يطلع لك في الليست كده عندك مين اللينير لاي اوت اهي. اول ما تدوست انتر هتلاقي ان هو على طول كتبها لك هنا وكتبها لك هنا. وممكن بقى كده عندكم تبداوا تكتبوا عندكم كده لينير لاي اوت. طبعا اندرويد ستوديو ساعات بيكون مهنج فمش بيكتبها تحت، فلو ما كتبهاش مثلا تحت يعني بطريقه ما، يعني انا حتى بحاول انا اخليه يهنج، مش عايز يهنج يعني، بس وارد ان حد مثلا يحصل له هنا دي ما تكونش مكتوبه يعني، فعادي مفيش مشكله. بتيجي بس تكتب هنا كابيتال ال وهتلاقي ان هي تبدا تظهر معاك على طول يعني كهنا لينير لاي اوت. طيب دي كده اول خطوه عندنا. انا عشان بس اتاكد ان مفيش حد منكم عنده ايرور مثلا او كده، فهتلاقي ان انت عندك كده في الاكس ام ال الصفحه بتاعتك دي هتلاقي كده على اليمين في كده مربع اصفر. طيب انت عندك، خلينا بس نتكلم على الحته دي، دي بيكون فيها ثلاث حالات، يا اما المربع الاصفر ده، وده بس بيكون ايه مجرد وورنينج تحذير على حاجه معينه، طيب هنبص عليها كمان شويه. يا اما لو هي سيركل لونها احمر فمعنى كده ان انت عندك ايرور مكتوب هنا، يا اما بيكون لونها اخضر او هي علامه صح اخضر فده معناه ان انت كل حاجه مظبوطه. فالناس كلها تتاكد ان هي ما عندهاش هنا الايرور، يكون عندك الورننج عادي مفيش مشكله. فده كده بالنسبه لنا هو اللينير لاي اوت. تعالوا بقى نبص على السطور اللي هي الموجوده الكتيره دي. اول حاجه هنا بيقول لك اكس ام ال اللي هي الاكستندد مارك اب لانجويج ان اس اللي هي النيم سبيس. ايه النيم سبيس ده؟ تعالى كده اقول لك على حاجه جميله. لو انا جيت عندي هنا في الجافا وجيت حاليا ادي هستخدم مثلا السكانر كلاس، طبعا احنا مش بنستخدمه عندنا في الاندرويد يعني، بس هو موجود هنا عادي. فادي هنا سكانر. طيب السكانر بتاعتي دي هو حاليا السكانر مش في نفس الباكج، فكنا بنعمل ايه عشان تكون عندنا؟ فقلت انتر هتعمل لي هنا مين؟ امبورت. شايفين بقى هنا الامبورت بتاعنا اللي هو هنا المين للسكانر، وهيبقى عندي هنا مثلا سكانر هسميه يو اي ايكوال نيو مثلا نيو سكانر، وهنا السيستم سيستم دوت ان. شايفين بقى الاكس ام ال ان اس دي، ده كده اللي هو النيم سبيس اللي هو بيساوي عندي في الجافا اللي هو مين؟ الامبورت. فهو هنا بيمبورت بعض الحاجات اللي هي موجوده في اللينك اللي هو قدامك ده، والحاجات دي كلها هو مسمي هنا زي ما انا كنت مسمي هنا الاوبجكت يو اي، فهو هنا مسمي الاوبجكت بتاعه مين؟ اندرويد. طيب احنا دلوقتي لو انا فعليا هقرا انتجر من اليوزر، يعني مثلا هنا عندي انت اكس، عشان اقرا انتجر من اليوزر ممكن حد كده يقول لي هكمل دي واكتب ايه؟ يو اي بالظبط. يبقى اول حاجه شاورت على مين؟ على الاوبجكت بتاعي. ففعليا بقى لما هاجي استخدم اي حاجه عندي هشاور على مين الاول؟ على اندرويد. فتلاقيني بكتب كلمه اندرويد الاول وبعد كده ابدا ايه انادي على الحاجه بتاعتي. فالنيم سبيس اللي هو بتاع الاندرويد ده بيكون فيه معظم الحاجات اللي احنا بنستخدمها، وهنبقى نبص برضو على باقي الحاجات انت بنستخدمها يعني. في حد كده ما فهمش ايه هو النيم سبيس؟ جميل. عندي هنا كمان امبورت النيم سبيس عندنا هنا ومسميه هنا ايه؟ ابلكيشن. بس ده كده لونه رمادي، بيقول لك هي النيم سبيس ديكلاريشن از نيفر يوزد، بمعنى ان دلوقتي انا عندي في نفس الاكزامبل بتاع السكانر ده، لو انا عندي سطر للسكانر انا هنا عامل مين؟ امبورت للسكانر، بس انا اصلا مش مستخدم هنا حاجه في السكانر، فتلاقي هنا بيقول لك برضه مين؟ عامل لك كده خط رمادي او الكلام بقى باللون الرمادي، بيقول لك هنا unused import statement، هي بالظبط unused او name space declaration is never used. ف
فهو ليه محطوط طالما هو never used؟ عشان ده بس كان احنا بنستخدمه في constraint layout، واحنا النهارده مش هكون بنتكلم على constraint layout، فما فيش مشكله لو مسحت السطر ده خالص. وحتى ساعتها مجرد ما تمسحه هتلاقي هنا فيه ايه علامه الصح اهي، بس انا هخليه عادي بس كده مش هنستخدمه. يبقى كده اندرويد ده هيكون في معظم الحالات بتاعتنا ابلكيشن ده مع constraint layout. نبص بقى على اخر واحد هنا عندنا وهو التولز. ايه هو التولز بقى اللي موجود عندي؟ تعالوا نرجع تاني للجافا بتاعتي. ممكن كده حد يقول لي هو انا هنا عندي الاوفررايد انوتيشن اللي هي الموجوده دي، ايه الفايده منها؟ طيب زي ما احنا عارفين ان انا لما يكون عندي كلاس بيكستند من كلاس تاني فاقدر اعمل اوفررايد مثلا لميثود ايه؟ موجوده جوه الكلاس. طيب جميل. طب الميثود اللي هي موجوده جوه الكلاس بتاعي ده هو هنا ايه فايده الاوفررايد؟ نفتكر كده مع بعض ان هو بس بيقول لك ان مش انت اللي معرف الميثود دي، لا انت عامل لها اعاده استخدام من مين؟ من كلاس تاني. فحتى هنا الاوفررايد ساعتها قلنا ايه؟ انها لا لو شلت الات اوفررايد مفيش مشكله، مش هتخسر معايا يعني وجودها زي عدمها زي ما بتتقال، ولكن هي بس الفايده منها عشان خاطر انت تاخد بالك ان الميثود دي مش انت اللي معرفها، فما يجيش مثلا ديفلوبر تاني ويزود هنا انت اكس مثلا. لان احنا زي ما احنا عارفين ان الاوفررايدنج هي ميثود بيكون ليها نفس الاسم ولكن كمان نفس عدد البارامترز، فالاوفررايد هي هتساعدني ان انا لا ما اقعدش اعدل في الميثود بتاعتي لان انا عارف انها ايه معمول لها اوفررايد. يبقى زي ما انتم شفتوا كده الاوفررايد لو شلتها ما فيش مشكله موجوده، يفضل مثلا تكون موجوده. طيب ايه هو بقى التولز بقى نيم سبيس اللي هو الموجود قدامك ده؟ لو جيت كده بصيت التولز دي هو عشان نستخدمها طبعا ده الاوبجكت بتاعنا، فعشان يستخدمها لازم يكتب تولز الاول، فنلاقي تولز ايه؟ فهنا بيقول لك تولز كونتكست دوت مين اكتيفيتي، فدوت مين اكتيفيتي دي هتلاقي ان هو بيشاور لك على مين على الكلاس بتاعك ده. فهو هنا الفايده بالتولز هي بس حاجه وقت الديزاين، يعني لما تعمل ران ولا كانه بيشوفها، يعني بيعتبرها كانها كومنت بالظبط. بمعنى ان انا هنا شغال في الديزاين بتاعي، فالديزاين ده هو انت فعليا بيكون بقى عندك ديزاينات كتيره جدا، فازاي تعرف هو الديزاين ده تابع على انهي كلاس او هيشتغل على انهي كلاس؟ عن طريق سطر مين؟ سطر التولز. فسطر التولز بس هو بيساعدك انك بدل بقى ما تقعد تدور هو الديزاين ده هو موجود في انهي كلاس، ان زي ما اتكلمنا كده ان انا عندي هنا لو بصينا في الاون كريت عندي الميثود اللي اسمها سيت كونتنت فيو. بتعمل لي ايه سيت كونتنت فيو؟ هي اللي هتبدا تربط لي الديزاين بتاعي هنا عندي في الجافا، بحيث ان انا ابدا ان انا استخدمه زي ما انا عاوز. فهو سيت كونتنت فيو يبقى انت كده عندك الاساس الكلاس هو اللي بيربط الديزاين. فالتولز دي كده عامله زي الاوفر رايد بالظبط، هي بس بتفكرك بتقول لك انت بتعمل هنا ديزاين لمين؟ للمين اكتيفيتي. طب هل لو مسحتها هيحصل مشكله؟ ولا هيحصل اي مشكله، لان في الاول وفي الاخر اصلا الكلاس هو اللي هيربط لك مين؟ الديزاين. يبقى التولز بتاعتنا هي بس بتكون حاجه كده موجوده لو انت بس كده عايز وانت بالديزاين تعرف الفايل ده هو تابع لانهي كلاس، عايز تجرب حاجه معينه بس وقت الران ما يبصش على الحاجه اللي انت بتجربها دي، فهي دي الفايده من التولز، واحده واحده هتتضح معانا اكتر. نبدا بقى نبص هنا عندنا على الاتريبيوتس بقى اللي هي الموجوده فعليا، اللي هو هنا اندرويد كولون لاي اوت ويث. الكولون دي بالظبط زي كده، تعالوا كده نفتكر تاني اكزامبل بتاعنا بتاع السكانر، ان انت هنا عشان تعمل حاجه مثلا هنا جوه السكانر كلاس بتعمل يو اي دوت وبعد كده تعمل حاجه اللي انت عاوزها. طيب فاحنا هنا بقى ما عندناش الدوت بقى بتاعتي، عندنا هنا مين؟ كولون. فادي هنا كانها يو اي دوت او يو اي كولون وبعد كده الحاجه اللي انت عاوزها. فزي ما انتم شايفين كده بشبهها لك بالجافا بحيث ان انت ما تحسش ان في حاجه غريبه يعني. وعايز اقول لكم الاندرويد بيعتمد على مبدا البديهيات وحاجات سهله وبسيطه جدا، وهنشوف الكلام ده فعلا مع بعض. فعندك هنا ادي اندرويد كولون لاي اوت ويث، فهنا انا بقول له اللاي اوت ويث يعني عرض اللاي اوت بتاعي يكون هنا النتيجه بتاعته ماتش بيرنت. فماتش بيرنت لو ترجمناها بالعربي ترجمه حرفيه يعني بقول له خليك زي البيرنت، يعني خليك متماثل بالظبط زي مين؟ زي البيرنت او زي الاب بتاعك. طيب انا بالنسبه لي حاليا اللينير لاي اوت مش دي اصلا الشقه بتاعتي؟ طب ايه البيرنت للشقه؟
هي شاشة موبايلك. فزي ما انا هنا بقوله خليك زي مين؟ زي البيرنت. طب هو ملوش بيرنت فعلي، فالبيرنت بتاعه هو مين؟ هو شاشة الموبايل. فتلاقي ان الديزاين بتاعك هو واخد عرض الشاشة هي ايه؟ ماتش بيرنت. نفس الكلام بالظبط بالنسبة للهايت. انا هنا بقول ان الهايت بتاعنا هو ايه؟ هو ماتش بيرنت. هو يجي يبص هو احنا عندنا بيرنت؟ لا. فيخلي الطول بتاعه ايه؟ زي البيرنت بالظبط او زي طول الشاشة كلها اللي عندك يعني. فحتى زي ما انتم شايفين اهو، لو جيت في الليستة بتاعتي غيرتها وخليتها حاجة 7 بوصة، هتلاقي الخط الازرق هو ده الماتش بيرنت بتاعنا. ايا كان بقى تغيير حجم الشاشة هتلاقي دايما ايه الخط الازرق معاك، لان هو بيماتش البيرنت بالظبط. طيب في ايه تاني عندي غير الماتش بيرنت؟ لو جيت دلوقتي مسحت كده ماتش بيرنت دي ودوست كنترول سبيس، عشان زي ما احنا عارفين كنترول سبيس هي اللي هتطلع لي الليست الحاجات الموجوده، فتلاقي مع ماتش بيرنت حاجه اسمها راب كونتنت. ايه هي راب كونتنت؟ راب كونتنت يعني بقول له خليك على قد اللي جواك. يعني هنا بالنسبه لي اللينير لي اوت هي جواه ايه؟ ولا حاجه. فهتلاقي ان الخط الازرق خلاص هو هنا على قد اللي جواه اللي هو ولا حاجه. يعني اعتبر بالظبط ان ماتش بيرنت، ركزوا كويس يا جماعه في الاكزامبل ده عشان تفهموا الفرق. انت في الروم اللي انت قاعد فيها دلوقتي، فليكن مثلا الروم اللي انت قاعد فيها هي فيها مكتب. هل الروم على قد المكتب بالظبط، ولا الروم هي واخده عادي ماتش بيرنت والمكتب هو واخد جزء من الروم؟ جميل جدا، المكتب واخد جزء ايه من الروم. طب عايز اقول لك بقى ان الروم بتاعتك لو انت كنت عملت العرض بتاعها راب كونتنت والهايت بتاعها راب كونتنت، وجيت بقى تحط المكتب ده جوه الروم، هيبقى بالظبط بالظبط الروم بتاعتك على قد المكتب اللي انت قاعد عليه. يبقى انت كده المكتب اهو، والحيطه الحيطان بتاعت الروم بتاعتك هي حوالين المكتب بالظبط. لان انا كده بقول للروم بتاعتي انت خليكي بس على قد اللي جواكي. عارف كده بالظبط زي لما تكون معاك بالونه، والبالونه هي مثلا هي خلاص هي فاضيه. فانت كل مثلا انت هتملاها ميه، فانت كل ما تملى ميه كل ما هي تبدا توسع على حسب الميه اللي جواها. وضحت كده بالنسبه لكم هي الراب كونتنت؟ فالراب كونتنت هي بتكبر على اساس مين؟ بتكبر او تصغر على اساس الحاجه اللي جواها. طب لو ماتش بيرنت؟ لا، هو خلاص مثلا هي كده زي الروم كده، وتحط جواها مثلا حبه حاجات زي ما انت عاوز. في بس اوبشن كمان كده اللي هو الفيل بيرنت، هتلاقي عليها كده ايه؟ داش. فطبعا هنا عندنا مين؟ الحاجه اللي بيكون مع عليها داش دي، دي بيكون معناها ان هي حاجه ديبريكيتد، او هي خلاص حاجه بقت قديمه، لان هو خلاص دلوقتي الفيل بيرنت هو دلوقتي اتبدل بمين؟ بالماتش بيرنت. ففيل بيرنت كانت هي بالظبط زي ماتش بيرنت يعني، ولكن احنا لا عندنا بنستخدم ماتش بيرنت عشان نكون بنسبورت الحاجات الجديده. ده كده اللينير لي اوت بتاعنا.